اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيفي في هذه الفقره دكتور احمد ثابت، نتكلم عن اهم الارقام والاحصاءات الخاصه بفريق النادي الاهلي والانتاج الحربي في هذه المباراه. ازيك يا دكتور والف مبروك. الله يبارك فيك، الف مبروك لجماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي والجهاز الفني واللاعبين. يمكن بصراحه كره قدم يعني اوروبيه، تيكي طاقة اهلاويه، اداء ولا اروع. الواحد بقى بيتفرج على ماتشات النادي الاهلي وهو يعني بيستمتع فعلا، يعني بصراحه بصمه ريني فايلر واضحه جدا، وواضح كده ان هو يعني ايه كل ماتش كده يعني الواحد هيبقى بيتفرج باذن الله وهو مبسوط يعني بالاداء، بالمتوقع ان شاء الله ان النتيجه على طول تبقى انتصارات وفوز باذن الله دايم. يعني يمكن ريني فايلر النهارده يمكن احنا النهارده بنسجل 10 اهداف في الشوط الثاني مع ريني فايلر من 15 هدف، يمكن مسجل هو 14 هدف في 5 مباريات منهم 10 في الشوط الثاني. 10 في الشوط الثاني منهم 5 في اول ربع ساعه من الشوط الثاني. هو دايما يعني دايما يمكن هو اسلوبه ان هو بيسجل في الشوط في بدايات الشوط الاول وبدايات الشوط الثاني. هل بتكون مثلا تعليمات هو بيديها، بيدي نوع من الحافز دافع نفسي للعيبه، او تعليمات فبتنزل بتسجل؟ ده يمكن ابرز حاجه. صدفه خلينا ماشيها صدفه. يمكن طبعا كره قدم ممتازه جدا. رمضان صبحي يعني اتكلمنا قبل كده وقلنا في الاستوديو في الفتره اللي فاتت ان هو بيتوهج وبيتالق وبيتطور مع ريني فايلر في حته القدرات التهديفيه وحته التكمله جوه ال 18، ان المهاجم الوهمي اللي بينزل يسقط لتحت اللي هو بينفذها بصوره مثاليه جونيور اجايه مع النادي الاهلي. تحركات جونيور اجايه النهارده من وجهه نظري يمكن بيستحق من تاني اعلى تقييم مثلا بعد رمضان صبحي. جونيور اجايه واحد من اهم اللعيبه في خطه ريني فايلر، لان هو بيسقط يسحب معاه المدافعين لتحت وبيبدا رمضان صبحي يقطع في ظهره. اللعبه دي احنا شفناها كتير جدا. يمكن النهارده ليه رمضان صبحي تحديدا؟ كابتن مختار بدا بوهاب عنان تحديدا باك يمين مخصوص للجبهه اليسرى القويه في النادي الاهلي، ورغم كده الجبهه اليسرى خرجت بالنادي الاهلي هي نجوم المباراه مثلا، سواء رمضان سواء معلول سواء اجايه. فده دليل ان يعني انت مش عارف توقف خطوره الناس دي، دليل ان الناس دي ما شاء الله. يعني رمضان صبحي النهارده يمكن انا قبل ما اخش الهوا رجعت احصائيات رمضان السنه اللي فاتت كلها من منذ انضمامه ليناير. رمضان صبحي اول مره منذ انضمامه للنادي الاهلي يعمل 5 محاولات على المرمى. 5 محاولات على المرمى. اذا في تطور، في شغل، في بيروح على الجون، بيكمل جوه ال 18. ده ما كانش بيحصل، كنا دايما بننتقد رمضان في كده. رمضان النهارده بيتطور. رمضان كمان لو كان جاب كوره او كورتين كمان من اللي جوله، اعتقد ان رمضان لو فضل على المستوى ده ممكن يكون هداف النادي الاهلي الموسم ده مع جونيور اجاييه. رمضان لو بصينا على ارقامه هنلاقي ان هو يمكن زي ما قلنا اكتر لاعب عمل محاولات على المرمى. اول مره منذ انضمام رمضان صبحي في شهر يناير يعمل محاولات. ده دور مدرب، دور مدرب ان هو بيلمع لاعب او بيطوره بيخليه يروح على الجون كتير. ده دور مدرب. يمكن هو احرز هدف، لعب 78 دقيقه احرز هدف، صنع هدف، صنع فرصتين. هنشوف بقى الاكثر، اكثر من كامبو مراوغات ناجحه، لعيب مهاري جدا بيفوت في واحد على واحد 6 مرات، اكثر من كامبو محاولات على المرمى 5 مرات، اكثر من قطع الكوره في الرباعي الامامي. ده دليل ان هو في الجانب البدني بتاعه قوي جدا، في الالتحامات قوي جدا، قطع الكوره 6 مرات، اكثر من حصل على اخطاء 3 مرات، دقة تمريراته 84.4، عمل 6 تمريرات طولية و4 عرضيات وفقد الكرة 6 مرات. رمضان بيتطور مع ريني فايلر بشكل ملحوظ في التسديد على المرمى، في المراوغة، في ان هو بدأ يلعب جماعي مع زملائه. لو بصينا حتى على الهدف بتاع رمضان نفس الجون بتاع سموحة، ان المرة دي مروان محسن رجع لورا بيفتح مساحات لورا، لا رمضان النهاردة بيكررها مع اجاييه. واضح جدا نخش على طول على رقم 2 جونيور اجاييه. جونيور اجاييه ليه دور في الثلاث اهداف. الهدف الاول بالاستلامه وبالتحرك والالتحامات، لو بصينا على ارقام جونيور اجاييه، جونيور اجاييه احرز هدف، ولكن هو اكتر من فاز بالتحامات ثنائيه 6. ده اهم رقم بالنسبه لي، دليل ان هو ايه؟ ان هو بينزل يسقط ويسحب معاه المدافعين ويفضي المساحات للي جاي من ورا، دي اهم حاجه. يا ريت نعرض الهدف الاول، هنبص نشوف تحرك اجاييه في الاول. اجاييه متسبب في الهدف الاول، خلينا نتكلم عن الارقام بتحركاته. تحركات اجاييه اللي هي القطريه او العرضيه، ازاي تفضي مساحات لزملائك، ده درس من اجاييه. اجاييه احسن مهاجم دلوقتي في النادي الاهلي، بيتحرك على الاطراف بشكل مثالي، وكمان الفينش بتاعه ذكي جدا، لعيب ذكي، لعيب مكار. ده ميزه جونيور اجاييه. يمكن اجاييه في كره الهدف الاول وقف واستلم ووقف وسط اثنين، عشان كده هو خارج باكتر من فاز بالالتحامات ثنائيه. دي اهم حاجه، ان هو بيكسب الالتحامات مع المدافعين. في الجون الاول نزل وسقط ولعب بينيه
لقفشه، قفشه لعبها بتمريره جميله جدا لرمضان صبحي. الهدف الثاني تمريره حمدي فتحي، هنلاقي ان اجايه واقف على اليمين خالص بيسحب معاه المدافعين وبيفضي برده رمضان بيقطع. الهدف الثالث برده تحرك ذكي، ان انت ازاي تستنى علي معلول وتضحك على المدافع، تاخد الخطوه وتسرق المدافع وبعدين تقوم قطع، يعني تقرب على القريبه بعد كده تروح على البعيده. اجايه تحركاته القطريه او تحركاته العرضيه ممتاز، لعيب مكار، لعيب داهيه. جونيور اجايه اتسبب في الهدف الاول والثاني بتحركاته، والثالث هو اللي تكفل بيه باحرازه. اذا جونيور اجايه بيستحق تقييم ممتاز جدا. اللاعب الثالث بس في الاخر اتفضل كمل. اللاعب الثالث علي معلول. علي معلول عمل جبهه قويه جدا 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 مع رمضان صبحي، الاثنين ثنائيه رهيبه. علي معلول يمكن عمل اسيست اكتر من صنع فرص لزملائه في المباراه، 3 فرص اكتر من عمل كرات عرضيه في المباراه، عمل 14 كره عرضيه منهم 5 صح بنسبه دقه 35.7 يعني 36%. معلول قطع الكره 8 مرات، بيحضر الهجمه بشكل مميز وشخصيه لاعب كويس جدا من ورا، بيقدر ان هو يبني الهجمه. عامل لك 9 تمريرات طوليه بنسبه دقه التمريرات واصله ل 85%. اذا معلول ورمضان الجبهه دي جبهه قويه. كابتن مختار فكر ان هو يوقفها ويجيب لعيب مساك زي وهاب عنان ويحوله باك يمين، ولكن ما نجحش في ايقافها. اذا تفوق جبهه علي معلول ورمضان صبحي على فكر كابتن مختار مختار. اللاعب الرابع محمد الشناوي. محمد الشناوي هنقول ازاي رغم النادي الاهلي عمل محاوله، يعني النادي الاهلي الشوط الاول عامل 11 محاوله 10 فرص محققه، رغم كده الشناوي من نجوم المباراه. ليه؟ لان هو بتصدياته قدر يحول النتيجه كالعاده من 1-0 ل 4-0، ودي مش معناها ان يبقى الحارس لا. ما شايفين امبارح مانويل نوير مع بايرن ميونخ نفس الفكر بالظبط، امبارح كسبانين 7-3 ولا 7-2 برضه بتصدي مانويل نوير. مانويل نوير هو اللي حول النتيجه لان هم يوصلهم 7. شيء طبيعي، انت بتتكلم على 11 لاعب. 11 لاعب هم اللي موجودين في الملعب، وبالتالي وكمان بقيه اللاعبين الموجودين على دكه البدلاء وبقيه اللاعبين اللي بره، فبالتالي تتكلم على لعبه جماعيه مش لعبه فرديه. طبعا، والحارس الكبير هو اللي بيصنع الفارق لفرقته. بالظبط، ازاي تحول النتيجه من 1-0 او من 1-1 ل 4. ده الشناوي الكلين شيت رقم 2 ليه، بيتصدى لاربع تسديدات، عنده 2 انقاذ منهم واحده انقاذ الاسبوع برد فعل عكسي بالايد العكسيه، بالايد الشمال رد فعل رهيب. هل ده دور لمدرب الحراس؟ اعتقد مدرب الحراس تطور ملحوظ، المدرب اللي اسمه الجديد اللي اسمه ميشيل، اعتقد ان هو واضح تطور محمد الشناوي. 4 كلين شيت من 5 مباريات، واضح كمان انقاذاته ورد الفعل وتدريبات رد الفعل الموجوده اللي بيحضر تدريبات النادي الاهلي، هيعرف ان الراجل ده بيدربهم على رد الفعل بصوره كبيره جدا، واضحه في تالق محمد الشناوي. الكلين شيت رقم 2. بعد محمد الشناوي حمدي فتحي. حمدي فتحي النهارده اكتر لاعب لمس الكره في الملعب، اكتر لاعب عامل تمريرات. لو بصينا على ارقامه هنلاقي ان هو عامل 77 تمريره بنسبه دقه تمريراته 96%، عامل 4 تمريرات طوليه لونج باص الاربعه صح، اكتر من قام بتاكلينج صحيح، تاني اكتر لاعب قطع الكوره. هنلاقي ان حمدي فتحي دوره مهم قوي في الهدف اللي عمل، اللي هو الهدف الثاني اللي هو عمل فيه التمريره الطوليه لرمضان صبحي، اللي هي اتلعبت التمريره الطوليه دي كانت جايه من حمدي فتحي. فحمدي فتحي ماكينه قطع كرات، العمود الفقري الجديد للنادي الاهلي، وكمان الماتش اللي فات كسبنا اليو ديانج. فاذا بقى عندك وسط ملعب تقيل جدا بصراحه، يحسب لاداره النادي الاهلي الصفقات اللي اتعملت خلت ادت الفرقه تقل، الفريق بقى تقيل، بقى عندك اكتر من لاعب في اكتر من مركز، في 2 و3 لعيبه كويسين جدا، مش كويسين بس ممتازين. انت بتتكلم في حمدي فتحي، اليو ديانج، عمرو السوليه قدام قفشه، حسين الشحات، رمضان، الجناحين دول، حسام عاشور طبعا قدام، اتكلمنا في جونيور اجايه، وليد ازارو، وصلاح محسن. عن الفرقه بقت تقيله، ده تقل، شخصيه الاهلي بترجع، شخصيه الاهلي اللي هي ممكن نقول ان هي يعني شخصيه الاهلي الكبيره فعلا العظيمه. واذا كان هناك من يستحق ايضا التحيه مع مجلس الاداره فهي لجنه التخطيط لكره القدم بقياده ربنا يديله الصحه الشيخ طه اسماعيل، كابتن طه اسماعيل وكابتن خالد بيبو وكابتن زكريا نصف، او كابتن الشيخ طه اسماعيل وكابتن زكريا نصف وكابتن خالد بيبو، كان لهم دور كبير جدا جدا طبعا في ظل اشراف عام من الكابتن محمود الخطيب على هذا الموضوع. وبرضه من حقنا ان احنا نقول هذا الكلام، ان هم الحقيقه اختيارات رائعه للاعبين، اختيارات جيده للمدير الفني واللاعبين، حاجه زي ما الدكتور احمد بيقول نفتخر بيها حتى الان. اللي هيحصل خلال الفتره الجايه ان شاء الله يكملوا بهذا الشكل وبهذا المستوى الذي يليق باسم النادي الاهلي. طبعا بعد كده في حسين الشحات. حسين الشحات النهارده باقل مجهود، يمكن هو ما اداش مثلا اداء كبير قوي، بس باقل مجهود صنع هدف واحرز هدف. ده لعيب دلوقتي شخصيه لاعب كبير،
حسين الشحات بيواصل توهجه في الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي، كل ماتش دلوقتي بقى يصنع هدف يسجل هدف. حسين الشحات حتى النهاردة أداؤه ما كانش مثلا زي رمضان، مش زي معلول، مش زي أجاي، مش زي الشناوي، ولكن بأقل مجهود صنع هدف وأحرز هدف، صنع فرصتين، راح الجول مرة واحدة بس، عمل أربع عرضيات، قطع كرة ثلاث مرات، فأرقام حسين الشحات كويسة جدا. فبالتالي حسين الشحات مكسب كبير جدا. برضو من ضمن اللعيبة المميزة النهاردة محمد مجدي قفشة. محمد مجدي قفشة تحديدا في الشوط الأول هو أكتر لاعب عامل تمريرات طولية في المباراة. أيوة. عامل 11 تمرير طولي منهم 8 صح. إذا محمد مجدي قفشة عنده حتة الرؤية. يمكن الشوط الثاني رتمه نزل شوية، ده بالنسبة لمحمد مجدي قفشة. محمد هاني برضو عمل شوط أول كويس جدا، يمكن هو تغيير ريني فايلر إن هو حاول إن هو محمد هاني معاه إنذار يحافظ عليه فدفع بأحمد فتحي، تغييرة كويسة جدا. برضو أزاره لما بينزل كنوع من التنشيط. البديل السوبر دلوقتي مع ريني فايلر هو وليد سليمان. لازم كل فرقة كبيرة يكون عندها بديل ينزل يسجل لك، ينزل أنت تحس واحد على الدكة هتقول إن ده هيجيب هدف. وليد سليمان ده جاب في مباراة كانو سبور لما نزل هناك برأسية، والنهاردة بيسجل برضو الجونين عرضية من الجبهة اليسرى، واحدة من الجبهة اليمنى وواحدة من الجبهة اليسرى. إذن وليد سليمان بيعتبر حاليا البديل السوبر. دايما الفريق البطل بيبقى شخصية البطل بيبقى عندك لعيب بديل سوبر موجود، النهاردة بتتمثل في وليد سليمان. وليد سليمان بقى بينزل بيدي تقل بتكسب. يعني انا بصراحه وانا قاعد بقول الفريق بقى كامل، طب مين بديل قفشه؟ قاعد بقول مين الحته الوحيده اللي تنقص النادي الاهلي، مين قاعد بقول مين بديل صالح جمعه بعيد؟ لما وليد سليمان نزل قلت خلاص هو ده بديل قفشه. يعني ما شاء الله الاماكن كلها دلوقتي بقى ريني فايلر مع الصفقات الجديده قدر يوظفها. برضو يحسب لريني فايلر اللي من وجهه نظري ان هو يستحق يكون رجل المباراه فعلا ريني فايلر. ليه؟ لان ده انت يعني معاك صفقات ومعاك لعيبه كويسه ومعاك صفقات كتير، ما الصفقات دي كانت موجوده مع مدرب قبل كده ما كانش بيعمل ليه بها الاداء ده. اذا ريني فايلر يستحق التحيه. لعيب زي اجايه ازاي قدر يستخدمه؟ اجايه ده كان قريب ان احنا خلاص اداؤه ضعيف وعمالين نقول ان هو بقى له 6 شهور اداؤه مش عارف ايه. دلوقتي جونيور اجايه بقى افضل لاعب في النادي الاهلي مع رمضان صبحي. جونيور اجايه بينزل ازاي تستخدمه كمهاجم وهمي؟ هو اللي بيطبق فكره ريني فايلر ان انت تسرق وتضحك على الاثنين المدافعين اللي معاك بالشكل دوت. دي فكره اجايه. يعني اللي اجايه ينزل يسقط ويسحب المساحات لتحت اهي بالظبط، يسحب معاه المدافعين ورمضان يقطع في الجنب ده. دي الفكره اللي بتتعمل بينفذها له جونيور اجايه بصوره مثاليه. اذا جونيور اجايه واحد من اهم اللعيبه، نقدر نقول ان هي صفقه جديده انضمت للنادي الاهلي مع ريني فايلر، لان جونيور اجايه كان فين وبقى فين؟ ده دور مدرب. تاني حاجه دور مدرب فيه رمضان صبحي. رمضان صبحي ما كانش بيجيب اهداف السنه اللي فاتت، السنه دي جايب هدفين في اول ماتشين، والنهارده بيحقق رقم ما حققوش من اول ما انضم للنادي الاهلي، ان هو بيروح على الجون 5 محاولات على المرمى. اذا رمضان صبحي عامل شغل، اذا في تطور لريني فايلر مع رمضان صبحي. كذلك حسين الشحات. ايوه الناس اللي بتقول روتيشن، في روتيشن، ولكن واضح ان بقى خلاص بقى في قوام اساسي وفي عمود فقري للنادي الاهلي، وفي تشكيل اساسي على فكره واضح جدا للنادي الاهلي. تمام. بقى واضح. تمام. بقى في تغيير في لاعب او اثنين او ثلاثه، او في بيريح بعض اللعيبه عشان الماتشات كتير، ولكن في عمود فقري، في قوام اساسي، في 11 تقدر تحط 14 لاعب تختار منهم التشكيله بتاعه النادي الاهلي. تمام. دكتور احمد، اخيرا من هو نجم هذه المباراه بالارقام؟ اعتقد ان هو ريني فايلر، لكن لو كلاعب رمضان صبحي طبعا. رمضان صبحي وبعديه ريني فايلر رقم واحد، لو كلاعيبه رمضان صبحي رقم واحد، رقم اثنين جونيور اجايه، رقم ثلاثه علي معلول، رقم ثلاثه محمد الشناوي، رقم اربعه علي معلول، رقم خمسه بعد كده حمدي فتحي. تمام. انا بشكرك شكرا جزيلا. انا دكتور احمد اللقطه دي لقطه مهمه جدا، لان هو دائم التكلم مع كل اللاعبين. دي هنجيب لحضراتكم لقطات كده لكل اللاعبين واحده واحده خلال الفتره القادمه. الراجل دايما ريني فايلر بيقف مع اللاعبين وبيتكلم معاهم. هنا توجيهات واضحه جدا لرمضان صبحي بتبان في ارض الملعب. انا بشكرك شكرا جزيلا. انا دكتور احمد ان شاء الله الف مبروك، وان شاء الله نبارك يوم السبت القادم ايضا في مباراه اسوان باذن الله. الف مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله يبقى الختام باذن الله بتاع الفتره دي مباراه اسوان باذن الله بالفوز يوم السبت ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل كابتن سمير عثمان هتكلم معاه عن طاقم التحكيم، هل تم ظلم الاهلي في ضربه جزاء ولا لا؟ ده اللي هنشوفه مع الكابتن سمير عثمان بعد هذا الفاصل. We'll be right back.